اهلا وسهلا بكل متابعينا ومتابعي تلفزيون السابع في كل مكان. في هذه التغطيه اللي هنتكلم فيها عن احوال الطقس، بتتوقع هيئه الارصاد الجويه ان تشهد الساعات القليله المقبله طقس حار نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحراره ليلا، مائل الحراره على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. مزيد من التفاصيل عن حالة الطقس النهارده معانا على الهاتف الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك أستاذ أحمد، وأهلا بكل متابعي تلفزيون اليوم. أهلا بسيادتك. في البداية عايزين حضرتك تكلمينا عن حالة الطقس المتوقعة خلال اليوم. طبعا الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية، تعتبر درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، يعني ما فيش أي ارتفاعات في درجات الحرارة في أي منطقة من مناطق الجمهورية. بيأثر علينا كتل هوائية شمالية معظمها قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط مع امتداد مرتفع العروض الوسطى، ده اللي بيخلي درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية. يمكن الكتل الهوائية فيها بعض نسب خلال النهار وتحديدا في فتره الظهيره، عشان كده احنا نقدر ننصف الطقس فتره النهار ان هو طقس حار على المناطق الشماليه، السواحل الشماليه، الوجه البحري، القاهره الكبرى، شمال الصعيد، طقس شديد الحراره في المناطق الجنوبيه، جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده فترات النهار وتحديدا في فتره الظهيره مع هدوء سرعات. لكن طبعا غياب اشعه الشمس قمة فترات الليل بيحصل طبعا انخفاض في درجات الحراره، بنحس بيه اكثر ساعات الليل المتاخر وفترات الصباح الباكر الصغرى. فتره الليل بدات تنخفض وتسجل درجات حراره ما بين 23 و24 على المناطق الشماليه، حتى كمان محافظات شمال الصعيد بدانا نحس بانخفاض درجات الحراره فترات الليل. الاجواء معتدله تماما في معظم اجهزه الجمهوريه، خاصة كمان ان احنا مع فترة المساء في ساعات الليل وتحديدا في ساعات المغرب بنبدأ نحس بوجود نشاط في الرياح في بعض محافظات الجمهورية، وطبعا مش نشاط قوي، هو نشاط بيقلل بعض السوء احساسي بنسب الرطوبة وبيساعد بشكل كبير على احساسنا بانخفاض درجات الحرارة، غير مثير لأي رمال وأشربة. الظاهرة الجوية المؤثرة معانا دايما في حالات الاستفطار في الأحوال الجوية هي السبورة المائية. السبورة المائية بتتكون على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المصطلحات المائية، وبتؤدي لانخفاض طقس الرؤية الأساسية فترات الصباح الباكر، لكن هي أيضا سرعان ما بتتلاشى مع ارتفاع أشعة الشمس تقريبا 7-8 صباحا. السبورة المائية بتتلاشى، الرؤية الأفقية بتتحسن على أغلب الطرق. الحمد لله الأحوال الجوية مستقرة تماما في كافة محافظات الجمهورية، حتى كمان حالة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة، ارتفاع الأمواج لا يتجاوز 2 متر، أساليب لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال الفلك. طيب لو جينا نتكلم عن متى ينتهي نهاية فصل الصيف بشكل رسمي، يعني ناس كتير بتسأل وشايفة خلال الفترة الأخيرة يعني اختفاض في درجات الحرارة ثم معاودة الارتفاع مرة أخرى، فإمتى الأجواء تبدأ تستقر وينتهي فصل الصيف بشكل رسمي؟ رسميا فصل الصيف ان شاء الله هينتهي مطلع الاسبوع القادم 22 سبتمبر، ويبدا معانا فصل الخريف 23 سبتمبر، ويبدا معانا فصل الخريف قرابه الثلاث شهور، يعني مستمر معانا قرابه الثلاث شهور. ويمكن فصل الخريف معروف ان هو ربيع جمهوريه مصر العربيه، لان درجات الحراره في فصل الخريف ما بتبقاش مرتفعه بشكل كبير ولا منخفضه بشكل كبير، بيحصل اعتدال كبير في درجات الحراره في فصل الخريف. النص الاول من فصل الخريف ياخد بعض سمات فصل الصيف الجوارب اللي يتكرر فيه ارتفاع درجات الحراره، يعني بعض الايام ممكن نلاحظ فيها ارتفاع في درجات الحراره لكن مش بنفس الشده ولا بنفس القوه اللي احنا كنا بنشوفها في شهر 8 او في شهر 7، لان تدريجيا نسب الرطوبه هتبدا نحس ان هي بدات تقل بشكل تدريجي في الجو، في بعض العوامل هتخلي احساسنا بيه هيقل، بالاضافه كمان قيم درجات الحراره او متوسط درجات الحراره بتقل، فحتى لو حصل ارتفاع في درجات الحراره في بعض الايام ما بيكونش بالشكل المطلوب، ويبقى يوم واحد اثنين بالكثير ثم تعود درجات الحراره للمعدلات. احنا دايما معدلاتنا في شهر 9 مع نهايات 9 كمان بتبقى حول ال 32 درجه مئويه، وده متوقع كمان يكون خلال هذا الاسبوع الاجواء مستقره تماما، درجات الحراره بتتراوح ما بين 33 و 32 درجه مئويه على مدار الايام المقبله ان شاء الله، ما فيش اي تقلبات جويه وده بناكد عليه، مفيش أي ظواهر جوية ممكن تأثر على أي أعمال أنشطة يومية. كمان فرص الأمطار ممكن نلاقيها على بعض المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، هي فرص
ضعيفة الأمطار خفيفة على بعض مناطق من السواحل الشمالية غير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية، بل بالعكس ده بيساعد إن إحنا نستمتع بالأجواء وبتحسن الأجواء بشكل كبير. هنطمن الأجواء مستقرة حتى بداية فصل الخريف الجديد. طيب أخيرا قبل ما أختم مع حضرتك، عايزين نعرف حالة البحرين الأبيض المتوسط والبحر الأحمر. يعني إحنا على الأقل في 280 ساعة القادمة حالة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة، ارتفاع أمواج بيتراوح ما بين 1.5 إلى 2 متر على البحرين الأحمر والمتوسط، مؤهلين لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه. هنقدر نستمتع بالأجواء بشكل كبير خلال هذا الأسبوع والأسبوع المقبل قبل بداية فترة الدراسة الأخرى. دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة أقصاد الجوانب، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على وجودك. شكرا لكم. الحصول للسادة المشاهدين على حسن المتابعة، دي كانت تغطيتنا مع حضراتكم لأبرز الظواهر الجوية خلال الساعات القليلة المقبلة، وأيضا درجات الحرارة المتوقعة على مدار اليوم وحتى الأيام القليلة المقبلة. بشكركم مرة ثانية وإلى اللقاء.